تتخيل أنك تبغي إنسان مثل عليك الحب والعشق وتضحي بالغالي والنفيس وتخلي كل شيء من مراك وتصارع كل حاجة كتوحي ليك بلي أنه هذا الإنسان ماشي مصالحك، وخاكك غادي تتحدى كل شيء وتزوج به، وفي الأخير غادي يطلع ولد أمه أو لا منعدم الشخصية. أي حاجة عشتيها معاه أو لا شاركتيها معاه كتلقيها لغتلي عند والديه. حكايتنا الليلة عبرة لكل شابة ولكل شاب تفكروا بقلوبهم قبل من دماغهم. قصة الليلة قمة العبر. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنتي اول مره كتدخل على القناه كنقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار كنقول لك ايضا مرحبا بك. خليوني ما نطولش عليكم اكثر حيت حكايتنا الليله طويله. لنبدا. صاحبة القصة غادي تختار كاسم مستعار لها غفران. كتقول غفران فاش كانت عندي 22 سنة غادي نتعرف على واحد الشخص في الانستغرام اللي كانت عنده هو 20 سنة واللي تيسكن خارج المغرب. بغينا بعضياتنا وكان ضد باش انه نبقاو في علاقة خارج اطار الزواج او لا علاقة في مواقع التواصل. غادي وعدني باش انه في مدة 3 شهور غادي يجي يخطبني من دارنا. فعلا داكشي اللي غادي يكون في هذا الوقت ما كنتش عارفه بلي انه والديه ضد الفكره نتاع الزواج ديالو، حيت تيقولوا بلي انه هو صغير هو غادي يبزز عليهم حتى غادي يقبلوا. فوقعوا بيناتنا اختلافات في الاول، ولكن كنت امن ان في الاختلافات بنادم كيتعلم وكيزيد القدام، ولكن هذا كان خطا. علاقتنا كانت شويه صعيبه حيت الام ديالو كانت متحكمه فيه بزاف وانا كنت واعيه بهذا الامر، ولكن كنحاول انني ندير شي حجج غلطين لراسي. فاهم حاجه اللي خلاتني نبغيه شد فيه هي المعامله ديالو مع الام ديالو، كيفاش كيتعامل معها والادب اللي بيناتهم. هاد الصوره اللي عندي كتشرح لي حاجه وحده، اذا شي ابن كيتعامل مع امو بحال هكا وحنين عليها بحال هكا ما نخافش راسي معاه، حيتاش غادي يحطني من فوق من راسو او بالاحرى في وسط عينيه. يمكن تنفكر بحال هكا حيتاش نقصني شويه ديال الحنان من عند والديا، حيتاش كنت كندوز معاهم صراعات صعاب اللي غادي يخليوني انني نميل لهاد الشخص ونديرو خزينة الاسراري. كنت كنشارك معاه شنو كان كيوقع ليا معاهم مع والديا، وباش كنحس الجروح ديولي والعقد النفسيه ديولي غادي نحكي ليه كل شيء، وما خليت حتى شي حاجه مخبيه لداخل عندي. كنت كنقول هو الملجأ هو الامان وما غاديش ندم على هادشي اللي كندير. علاقتنا كانت شويه صعيبه عن بعد. في 2018 غادي يجيو يتكلموا فيا عند دارنا، غادي يجيو بهم 14 لواحد، علما انه فاش كيجيو كيتكلموا معاك اهل العريس كتجي غير والديه وخوتو. هما جاو بهم 14 لواحد، مع الدخله كلشي مخنزر، والجمله الاولى اللي سبقوه هي حنا جينا غير نتعارفوا. باه غادي يقول بابا بلا حشمه بلا حياء، انا ما فهمتش هذا اللي قال لك بغى الزواج، ويلا قال بسم الله مازال ما عنده لا دار لا والو. المهم دخلوا وبدا والديا تيطلقوهم شويه بشويه، وهو يقول واحد السيد كيجي للعريس قال بابا حنا بغيناكم، بغينا بنتكم ندويو فيها بيد ما الدري يمشي يرجع يوجد راسو ويعاود يرجع. نهضت مو ونقزات وقالت لا ما كاين لا زواج لا والو من هنا العام، يتسناو شي 3 سنين ولا 5 سنين كاع. المهم ديك الليله كنت باقا عاقله عليها كانت مليئه بالمشاحنات السلبيه، وفيها بدات كتبان الشخصيه ديال والديه. دازت هاد الليله وبدينا تنوجدوا الوريقات على تيساع، كانوا تيطراو لينا سبحان الله شي تعكسات مع بزاف ديال التوتر. انا وسط هادشي كله كنت نقول مع روحي قد ما مولانا عكس لينا راه فيها خير، باش يلاه نشوفوا ريوسنا واش حنا قادرين نشدوا في بعضياتنا. كنت نحس معاه اني انسانه خاصه، صبرنا بزاف، والديا غادي يتعاطفوا معنا. منين شافوه هكا غادي يقولوا ليه مرحبا بك اذا بغيتي تجي تشوف بنتنا، فبلاص ما دوك الفلوس تبقى تخسرهم في الاوتيل فين تبقى تبات ولا الكرا، وانتم اصلا خاصكم تجمعوا ريوسكم اجي جلس لعندنا. مع وقت الانتظار بديت كنشوف راسي غاديه وكنطفى، ما بقيتش هذيك الانسانه اللي كتعجبها الحياه، ما بقيتش ديك غفران اذا تزيرات تقرب من الله واللي تخيبه مع والديا بقوه الاعصاب. اذا تخاصمت معاه كنخاصم كلشي وكنخلط كلشي اللي في المحيط ديالي. انا عارفه انه عندي تصرفات اللي هما صعاب، فقررت انني تبدل وخصوصا معاه هو. فعلا تخيلوا الوقت فاش بديت كنتبدل هو غادي يبدا يطلع للسما. كنقول انا مولات العقل انا نحاول نجرو لعندي، هكا مشات العلاقه ديالنا. غادي نولي معلقه به لواحد الدرجه خياليه، وما حد كنتعلق به ما حد ربي كيبعدو عليا. شويه غادي نتعزل على كلشي وغادي نعطيه 100% من حياتي حتى ولا هو كلشي كنت معميه بالحب او بالاحرى بالتعلق. في 2020 غادي نديرو الخطوبه. الام ديالو ما بغاتش تجي تحضر، ودات سبب لانه شحال هي كتسنى وبلي غادي ترجع في حالها حيت مشى عليها الحال، واذا بقات ما غاديش تجيب ليا الدهاز، وهي ما قبلاش بلي اننا نديرو زوج ولا
تزيد حتى ثلاثة ديال الطبالي، يا إما تجيب كاع عائلتها يا إما ما يجي حتى شي حد فيهم. وأنا بابا في ديك الوقت كان على قد الحال، ما كانش عنده، أنا ما غادي نبين والو. هو في ديك الوقت غادي يدوي ليا ويقول لي شوفي فلوس الصداق اللي كنت غادي نعطيك غادي نقص لك منهم. قلت لي ماشي مشكل إلا خير على أغراضنا، راه أصلا مازال تابعيننا الأوراق ماشي مشكل. أنا ما فكرتش بلي أنه لا راه خاصك ديري قيمة لراسك وما تنازليش، حيت قلت حنا واحد ما كيهمنيش داكشي كامل، كيهمني غير إمتى نتجمعوا ونبداو حياتنا، ومن هنا غادي نقدروا نديماريو مجموعين ودايرين يد في يد. في 2020 كانت جات كورونا، حتى ولو كان بغيت ندير شي حاجه كبيره ما كانش يمكن مع القوانين المزيره ديال الرخص. في هذا الوقت كان والديه محبوسين في المغرب مده طويله، هو كان جامع شي بركه قليله على وديت اننا نقدو بها امور ديالنا، نزول وطلوع والسفر. لما غادي يدخل المغرب باش ياخذ الورقه ديال التنقل، تخيلوا غادي يبقى شهرين في واحد المدينه اللي بعيده علينا غير ثلاثة ديال السوايع. ما جا شافني، ما بقى تيصيفط لي حتى شي حاجه. بابا تيقول لي ما يمكنش هذا الانسان يقبض هذا الوقت كله على وديت الورقه، هو في الاصل خصها تخاد كي تنزل في المطار. المهم غادي يديروا لي قصه باش يدوخوني فيها تبرروا علاش جلس هذيك المده كلها. وبطبيعه الحال درت راسي ما كنفهمش. هنا بدا الضغط من عائلته، علاش شحال من طبله غادي ندير، وعندك حنا راه كثار، وهذه وحنا هذا. تنحاول نشرح ليه بلي انه حنا في واحد الوقت اللي ما كتسمحش باش اننا نديرو هادشي مع هادشي اللي واقع في الدنيا. غادي يجي لعند بابا، وبابا غادي يبقى يشرح ليه بلي حنا ما نقدروش نديرو شي حاجه اكثر، حيت بابا اصلا ما كانوش عنده فلوس كافيه. وهنا فين غادي نعرف ونتصدم بلي انه بابا ما عنده والو ومزير. ديك الساعه غادي نقز وبدون شعور غادي نقول ليه ما غنديرو والو. تبارك الله العريس غادي يمشي يقول هادشي لعائلته كيف ما قلناه، وهما غادي يجاوبوه اش هاد قله الصواب، وحنا يا اما نمشيو كاملين يا حتى شي حد. هو كانت المهمه ديالو انه تيجيب الهضره كيف ما هي ويدي هضرتي كيف ما هي. وهنا غادي ينوضوا صراعات من نوع اخر وتفهين. امو كتقول لي كل شيء في وجهي، ما كتحشمش وما كتراعيش وما كتسوقش الوالديه، ولكن حيت انا ما درتش قيمه لراسي ولعائلتي وغادي نبقى كنشد لهم غير الخاطر، هو امو وانا مضروره في جميع النواحي. باختصار مفيد غادي اجلوا لي الخطبه ديالي شي ثلاثه ديال المرات، وكل مره كان سبب اللي كتختار امو، ولكن في الاخير غادي نديروا العقد ديالنا في 2020 اللي فيها امو حلفات لاجات ودرنا بالنقص لديك الحفله. تخيلوا معايا حتى وصلت الليله بليلتها وعيطت لولدها وقالت لي راني درت لك مفاجاه، انا جيت غدا غادي نحضر معاكم، علما انه ما كنا دينين حتى شي حاجه، حتى شي حد ما كان جاي، وحتى حنا ما كنا عارضين حتى شي حد من العائله ديالنا. اضطرينا اننا نكذبوا عليهم. ديك الليله كانت حريره، فهذيك الليله غادي يعيط ليا وغادي يعطيني مليون وغادي يتشكى انه ما عندوش الفلوس، وغادي نهز منها ونعطيه حيتاش محتاج، ومنها الله يخليكم غادي نشري واحد السلسله وخاتم ديال الزواج. وسارت ديك الفلوس، حوايجي ديال العروسه ما كنتش خديتهم. مع التسعود ديال الليل غادي نخرج انا وماما نقلبوا على نقافه غير باش اننا نخلقوا الاجواء وصف. ها هو صباح النهار بدينا كنوجدوا، ها هما تامين داخلين هو وخوه وباه وامه. لما غادي ندخل عليهم يلاه جيت من عند كوافوره، غير غادي تشوفني امو وهي تقول لي ايوا على المشعككه، شفت فيها وسكت. اش غادي نقول؟ هذا هو الحب، هذا هو الصواب، هذا هو المستقبل اللي كيتسناني معاكم. تخيلوا جات هي وراجلها لابسين عادي بحال خارجين كيتساراو، ما كبروش بينا. جا العدول فاش بغينا نسنيو غادي نلقاوه بلي انه داير غلط، بلي السيد اللي غادي نتزوج به راه خلق في المغرب ولكن هو خلق في الخارج، غيمشيو يقادو امورهم وغادي يعاودو يرجعو. المهم كنا جالسين وانا تنقش شويه، الراجل اللي بغى يتزوج بيا جا باش يحط 100 درهم للنقافه، وهي تهزها امو وقالت ليه ويلي على 100 درهم، وهي تحط لها 40 درهم. ماما مرقات ومشات مسكينه جابت 100 درهم وحطت عليها. دازو بزاف ديال الحركات وديال الفعايل اللي باينين للعمى بلي هاد الزواج غادي في الفشل. ماما كتبكي داك النهار بحال شي عزه، بحال واحد ليها شي عظم في حلقه، غادي تسالي حفله غادي يزيدوا في حالهم. تخيلوا معايا حنا ما غادي نمشيو لا الاوتيل وما غادي نسافروا وما غنديروا والو. علاش؟ قال لي ما عنديش فلوس. ماما غادي تدخلنا لواحد البيت اللي فيه سدادر في الدار، بقى شي تيشوف شي. الصباح غادي يفيق قال لك غادي يخرج يشرب قهوه بوحدو. جرو بابا وبدا كيفهموا شنو هو الزواج وشنو هي المسؤوليه ديالو، غيفهموا بلي انه ماشي هذا هما التقاليد وماشي هذا هو الصواب. انا في هذا الوقت جن انهيار عصبي، كنبكي وكنتفرك البيبكة. الله يا ربي راه ماشي هادشي اللي كنت كنحلم به ولا حتى اللي بغيت ولا تمنيت. من بعد شي ايامات غادي نسافروا لواحد المدينه اللي غادي نجلسوا فيها 10 ايام، وغادي نكتشف باللي انه عنده فلوس وهو مخبيهم وتيدير سبب لانه مخبيهم لدوير الزمان. يوم على يوم وليت كنكتشف باللي انني تزوجت جسد بدون روح. ربي عطاني بزاف ديال التلميحات
قبل هذا الزواج باللي انه ما غاديش في الطريق الصواب، وباللي ماشي هذا الانسان وعائلته اللي كنستحق. ربي شاهد عليا وحتى على قلبي، انا انسانه طيبه وكتقلب باش انها تمشي غير جنب الحيط، ولكن والديه كانوا طاغيين وهو كان منعدم الشخصيه. انا كنت معميه بالتشبث به، وخصوصا انه فاش تيكون معايا وبعيد على والديه تيكون كيف الملاك، او يمكن هادشي اللي كان تيبان ليا. في 2022 انا عندي 27 سنه وهو 25 سنه، اخيرا غادي يخرجوا لي الوراق كلهم وغادي يمشي لعندو، ولكن قبل غادي يقول لي فلانه حنا ما غاديش نكونوا بوحدنا حيت هاد الساعه ماشي بالامكان ديالي، نعيشوا مع والدي حتى نشدوا راسنا. قلت لي ماشي مشكل، انا حاضرك حيت انت دابا مزير، وتا هادي تكون فرصه باش انني نتعلم بزاف ديال الحاجات من ماماك ونتصاحب معها الى ما اخره. نصبروا حتى 6 شهور ماشي مشكل، من بعد 5 سنين يا ساده الكرام من التعارف وفي ظل كل شيء كيوحي بلي هذا الزواج غير صالح ومليء بالصراعات، صراعات مع قدري باش انني نحقق هاد الرغبه نتاع انني نكمل مع حياتي، صراعات مع مو وقله الادب ديالها، صراعات مع المزاج ديالو اللي كان ما بين التشاؤم والسلبيه والقليل من التفاؤل. غادي يدوزوا بزاف ديال التفاصيل في هاد 5 سنين اللي تعاملت فيهم على بزاف. دابا غادي ننتقلوا لما التحقت به هذه السنه، غادي نمشي غادي تستقبلني مو مزيان، وفرحت وقلت الحمد لله من بعد هاد السنوات والمعاناه ربي اخيرا يسر. دابا انا عاد سميت بلي انني تزوجت، دابا عاد غادي نعيش الحياه اللي بغيت مع راجلي. في هذا الوقت كان شويه مكتئب على وديت واحد الخدمه كان باغيها ومازال ما عيطوا عليه فيها، والراجل ديالي هو النوع اللي كيضخم الامور بزاف في راسه. حاولت نضحكه نتلفه، حتى بديت كنشوف شي تصرفات من جهتهم لا هو ولا مو، وكل مره تنقول ما غاديش ندير فيهم راسي. ماشي مشكل، شويه بدا كيبعد عليا، تنسولو علاش، تيقول لي خليني نبقى قريب من ربي. ويلي علاش كون انا راني مرتك وحتى انا راني قريبه من ربي. شويه وليت كنشوفو مشى كينقز عند امه ويعنقها ويبوس فيها ويضحك معاها ويلعب مع خوه البلاي، يا اما متناقض ولا كيحماق عليا. انا ما فهمت والو، غادي ندخل لبيتي وغادي نسد عليا النعاس باش انني نرتاح حيت ما قدرتش نستحمل دوك الحركات. هو في هذا الوقت بقى مع امه، من بعد خرج ودخل وبغى يبقى عاوتاني سهران معاها حتى ما عرفتش من وقت. غادي يدخل عندي البيت غادي يهز التليفون وغيبدا كيتفرج ويلعب والصوت مجهد والضو. انا غادي نوض من بلاصتي وغادي نمشي لواحد القنت في البيت. جلست في ديك البلاصه قلت بيد ما يسالي ونمشي نرجع للناس. ها هو وقف عليا وبدا كيضربني برجليه، نوض ديك عدي نوض ديك عدي، تزيدت معاه في الكلام، ناض وخرج ودخلت عليا امو. مالو خرج دابا؟ قلت لها خالتي راه ولدك كبير وعارف شنو تيدير، خليه بغى يشم الهواء. انا ما كنتش باغيه ندخلها في هذا الشيء. قالت لي قولي لي شنو كاين، انا راه ما بقاش عاجبني ولدي. قلت لها واخا خالتي راني بحالي بحالك، حتى انا ما عارفاش. من بعد 20 دقيقه غادي يرجع وغادي تقول ليه قولي شنو كاين. قال لها انا صافي وصلت للحد ديالي. وبدا كيتشكى السيد عامر وغير تيخوي عليها. هذا الشيء يلاه قلنا بسم الله. قال لها بلي انه ما قادرش يزيد القدام في حياته. شافت فيا امو قالت لي ايوا وانتي؟ قلت ليها انا بغيت غير يقول لي واش هو ما فرحانش معايا، واش كيحس بلي انه مع شي شخص غلط. غادي تسول امه واش ما فرحانش. انا في ديك اللحظه كنشهق بالبكا وربي اللي عالم بيا. غتنقز امه تقول ليه اصلا غادي نعطيكم 40% على زواجكم. قلت لها سمحي لي يا خالتي راكي ما عارفاش شنو تيدور بيناتنا. خرجت في عينيها وقالت لي انا اللي تنعرف ولدي وكنخاف الله وما بغيتك تعذبي لا انتيا لا ولدي. ما عجبنيش كيفاش هضرات معايا. غادي تمشي عند باه وتقول ليه شنو كاين، وانا ضباتي غوت عليا هو وياها. تخيلوا غادي يقول لينا المره الجايه غادي نلقاكم خاصمين غادي نطلقكم، وباللي انهم خلونا نعيشوا معاهم على اساس خاصنا ندخلوا عليهم البهجه ماشي اننا نكذوا عليهم. وانا شنو ذنبي الا ولدهم داير بحال هكا؟ انا شنو ذنبي كنت معززه مكرمه في دارنا وخصبوني في شبابي؟ انا شنو ذنبي حتى يتزوج بيا باسم الحب وطلع ما راجلش ووالديه ظالمين؟ انا غير ساكته وكنشوف دموعي حلفوا لا تحبسوا. لمن شكي همي والديا بعادين عليا وانا خريبه في بلادات الناس. ما خليت ما معاه باش يكون فرحان، ولكن هو غير معايا فاش تولي في ديك الحاله. غنعاود نصدم على كرامتي ونبقى نحزر ونزاوك. غادي نتصالحوا وغادي يقول لي شوف يا غفران اذا كنا غنبقاو بحال هكا ونعذبك معايا راه غادي يكون فرقنا قريب. قلت ليه واش انا مونيكا؟ ياك قلتي لي هاد الكلمه عمرنا ما نجبدوها. من بعد 5 سنين ديال الحب والتضحيات والنزول والطلوع شنو خلاك تقول هاد الكلام اليوم؟ داخليا وليت عايشه وسط واحد الدوامه بحال شي روب هما مقادينه، داك الروبو اللي خاص تخرج منه غير الايجابيات والابتسامه. وليت متوتره لدرجه ما كتصورش. ما حلتي لوالديه ما حلتي ليه هو؟ قلت ليه الله يعطيك السر اذا كنتي كتفكر بحال هكا خلي
خلينا نتفرقوا حبيا وبدون حرب، غير ما ترجعنيش للمغرب. شاف فيا وقال لي غادي نرجعك. غفران كتبكي وكتقول لي، كنقول ليه ما ترجعنيش عند والديا بهذه الحاله، راه ماشي هكا جبتيني، ما كملت قرايتي مقاده، ما درت حتى شي حاجه في حياتي، ما نرجعش لهم بهذه الفقصه. المهم عاوتاني اراك التحزار وخا ما درت ليه والو. من بعد واحد 10 ايام غادي دير لي امو واحد الحركه اللي ما عجبتنيش، غادي نقولها ليه وغادي يدور فيا ويبدا يغوت عليا ويقول لي بزاف عليك تكوني امراه، ومازال ما جاتش هاد المراه اللي تجبد امي على فمها، وبلا بلا 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 شي كلام وشي معيار تصدمت فيه. واش هذا هو الانسان اللي ضحيت معاه؟ واش الانسان هو اللي كنت كنبغي هادي 5 سنين؟ شويه غادي ينقز ويقول لي راكي حرامتي عليا وعليا بك بالطلاق وسيري عند باك. سولته قلت ليه ما تليتيش باغيني؟ قال لي ما نعيش مع وحده بحالك اللي تقلل من رجولتي. انا بديت نقول ليه انا راه كنقول لك غير خاصك تفرق ما بيني وما بين امك، انا ما نقدرش نكون بحال امك كيف انت باغي. كل واحد مقامه، كل واحد المسؤوليه ديالو. في ديك الوقت غادي نهز تليفوني وغادي نعيط لبابا، ما عجبوش الحال وقال لي صافي خليه. الزوج ديالي غادي يهز تليفونه وغادي يدوي لبابا ويقول لي حنا جايين باش انا نطلقوا. انا لما شفت داكشي وصل للعائله وكبر شدتني الخلعه وتصيروا عليا مصارني وبديت غير كنرجع حاشاكم. تخيلوا والله ما بقيت فيه ولا حتى حاول باش انه يقرب ليا، عاد غادي وكيسب فيا انا والديا. بديت تنشوف وتنقول واش هذا هو الراجل اللي تيحترم با طيح بيا وطيح بعائلتي، الدل اللي عمرني ما سمحت به. هادشي كله غادي تروحنا في الصنقه، غادي يدوزوا احداث باختصار اللي تفرقنا، كل واحد مشى بوحدو. ولكن انا كنمشي عليا المترو حيت ما عنديش فلوس وهما غيمشيش، ولكن غادي يبقى حاضني من بعيد. غادي نطلب لشي حد باش انه يخلص عليا، غادي نمشي في المترو حتى وصلت تقريبا للدار لواحد الجهه نتاع المقاطعه اللي قريبه منا. هذيك الوقت كان شي زوج ديال الليل، غادي يشوفني واحد البوليسي تنبكي وكل اللي كان ترعد مع كنت تندوي مع بابا، غادي يدخلني ويعطيني الماء ويأكدوا لي بلي انني في امان. ديك الوقت كانت امو كدوي ليا اللي ما قدرتش نجاوبها، بداو تيهددوني يا اما نجاوبهم يا اما يمشيو عند البوليس ويديروا بيا شكوى بلي انني هربت. غيجيبوا لي دوك البوليس واحد المساعده اجتماعيه اللي غتقول لي بلي انه ممنوع يبقى التليفون شاعل، غادي نطفيه. وحتى من كود بين ما بقيتش عاقله عليه، ما غادي نساني معاها حتى للربعه ديال الصباح، وغادي نطلب منهم باش انهم يوصلوني للدار. ارتحيت ونعلت الشيطان وقلت غادي نمشي الناس. كيف دخلت امو لقيتها واقفه عليا، علاش ما كتجاوبينيش؟ المهم عطاتني في كلام قاسح وقالت في حقي كلام ماشي ديالي، وزيد وزيد وزيد. غادي تحيد لي صاكي وهزات الباسبور ديالي. جيت نشوف وراقي لقيتهم كشطوني من كل شيء واتهموني باللي انني تزوجت بولدهم على وديت اوروبا. غادي نقز وغادي نقول لهم الا هادي ما نسمحش لك، هادشي اللي فيه اليوم من دله بسبب ولدك، بغيتو وسمحت في كل شيء من مورايا. جاتني فرصه باش انني نمشي نكمل قرايتي في كندا وقلت لا، جاتني فرصه في خدمتي باش انني نمشي لقطر ونعيش معايا عائله وقلت لا. الى انا اليوم هنا حيتاش بغيت هذا الانسان وجيت على قبله. الله يرحم لك الوالدين الا شرفي. غادي ينقز هو وغادي يقول لي ما تجاوبيش با، واذا وقعت شي حاجه لامي والله حتى نقتلك. المهم تجمعوا عليا وحقروا عليا مزيان، غادي يسدوا عليا وداو لي الوراق ديولي، ولقيت راسي الله الله. قالوا لي الصباح غادي يديوني عند المحامي باش انني نسني الطلاق ونتنازل على اي حاجه وينزلوني للمغرب. هذا الوقت قلت صافي اللي بغاها الله انا قابله عليها. عييت هزيت راسي البيضة واستسلمت. غادي ندوي مع صاحبتي اللي كتقرا القانون هنا، قلت لها كاع داكشي اللي وقع. قالت لي غفران هادشي كله اللي وقع راه خطير. قالت لي ديك السيده اللي كنتي تلاقيتي بها نتاع الخدمات الاجتماعيه دوي ليها، ودابا فعلا غادي ندوي ليها وغادي نعاود لها كلشي. غادي يجيو البوليس ديك الساعه، غادي يدخلوا عليهم وغادي يلقاوهم فعلا بلي انهم سادين عليا ودايين الوراق ديولي واتهموني بلي انني تزوج زواج على بياض بولدهم، وبلي انني بغيت نحرق عند ولد خالتي في دوله واحده اخرى، ومن حسن حظي بلي انه هذاك ولد خالتي مزوج. المهم بداو كيدخلوا وكيخرجوا في الهضره. البوليس تيقولوا لي واش عندك شي مشكل مع والديه؟ هما كانوا كيسبوا فيا بالعربيه، وانا تنقول لهم لا ما عندي حتى شي مشكل مع حتى شي حد، راه راجلي بغى يطلقني وقلت لهم بغيت نخرج من الدار. مو حتى هي كتسب وكتقول لي ولدي مرضي وغادي يجيب ليه الله ما احسن منك. غادي نقول ليها غير الله يرحم لك الوالدين اخالتي. غادي يقولوا لهم البوليس باللي حتى حد فيكم ما عنده الحق باش انه يدير لها شي حاجه بحال هكا ويحيد لها اوراقها. خرجوني البوليس وداوني من بعد باش انني ندير اجراءات. غادي يصيفطوني لواحد المركز اللي فيه غير العيالات، حيدوا لي تليفوني حتى ندوز من قدام القاضي. غادي يدوني على اساس انني غريبه في هاد البلاد وانني تعنفت نفسيا، ولقيت راسي محيدي ليا الاوراق واضطريت باش انني نخرج من ديك الدار حيتاش خفت. من بعد ما دزت من القاضي وما عطانيش باش انني نبعد عليه حيتاش ما كانش بيناتنا شي عنف جسدي، علما اني طلبت من الطبيبه النفسانيه انها ما تدخلش داك التست النفسي ديالي للقاضي باش ما نأزمش
عليه هو الامر ويتحاكم. غادي يديوني لمركز واحد اخر، كل نهار كينقص مني كيلو، كل نهار ما تنقدرش ناكل، دزت من مرحله ما يمكنش تنسى، وكان يمكن نكون كاع مت فيها. هو كاع ما مسوق ليا، ما كيسول ما حتى شي حاجه. انا حاليا في الوضعيه نتاع دابا كنتسنى باش انني نطلق، ولكن في انتظار هذا الامر كنقلب على خدمه وكيف ما كانت باش نقدر نبقى هنا قانونيا وقبل ما تسالى ليا الفيزا ديالي في شهر 9. واخا هما تيحاولوا باش انهم يغرقوني من جميع الجوانب باش نرجع في حالي المغرب، ولكن عاهدت راسي باللي الا هادي حتى حاجه ما ربحتها معاه ولا مع والديه. 5 سنين ديال الضياع والدمار والفقصه كنت كنسكت، ولكن دابا غادي نتقاتل على الاقل باش انني نخرج رابحه بشي حاجه فهاد الحرب اللي دمرتني. انا حاليا ساكنه مع مرت عمو اللي شدوني عندهم لما عرفوا الحقيقه كلها باللي انني تظلمت. غادي يكتشفوا كيفاش الحمات وراجلها وولدها اللي هو الراجل ديالي كيفاش كيتعاملوا معايا، فهم بدورهم ما قدروش انهم يسمحوا فيا. وعدوني باش انني نبقى معاهم حتى نوقف على رجلي، وانا باقا لدابا تنقلب وحوايجي باقيين في باليستي حيت ما بقيتش تنتيق. يمكن من غدا نلقى راسي في الزنقه. كيف قلت لكم في شهر 9 غادي يتحسم ليا الامر ديالي. انا حاليا ما عنديش الحق انني نكمل في الحزن ديالي او التحصر ديالي. هبط تقريبا مني 10 كيلو من الوزن ديالي بسبب هاد الضغوطات والخوف والتهديدات اللي عشتهم 24 ساعه على 24 ساعه فهاد السنه. انا خاصني نتقاتل نقلب على شي خدمه كيف ما كانت باش نهز راسي. نصيحتي للشابات المراهقات لاي وحده بغات شي واحد، اعطيو فرصه لنفسكم انكم تعرفوا هذا الانسان. ديروا قيمه لريوسكم وديروا قيمه لعائلتكم، قولوا شويه وخبيوا شويه، ما تضحيوش بالغالي والنفيس. واذا بانت لكم شي حاجه ولو غير خفيفه ماشي هي هذيك، استسلموا في هذه الحرب وخليوها من موراكم وسيروا لحاجه واحده اخرى. هذا الانسان خدعني بالحب، هذا الانسان خدعني بالثقه ودخلني باب التعارف وباب الدين، ولكن في الاخير لقيته ظالم لا هو ولا الام ديالو. هذه هي حكايتي. انا ما عرفتش صراحه في قصه اليوم واش نقدروا نعاونوا غفرانه ولا لا. بالنسبه للمتابعين اللي كيتابعوني وعايشين في واحد الدوله اللي قريبه من شمال المغرب بزاف، ما عرفش واش يقدر منكم شي حد انه يعاونها باش انها تخدم في اي حاجه حلالا طيبا غير باش تقدر انها توقف على رجليها، حيتاش فعلا تستحق يد المساعده عن اخلاقها وادبها وطيبوبتها. انا كنضمنها لكم والضامن الكبير هو مولانا. فانا خديت منها الاذن بانني نلمح البلد فين كتسكن ولكن بدون تفاصيل، حيتاش مازال كتجري من مرتلقه اللي يقدر يساعدها انها تلقى شي خدمه يتواصل معايا في الخاص نعطيه تفاصيل اكثر. ما تنسوش عافاكم اللي ما قدرش يساعدها انه ولو غير يدعي معها وتخليوا ليها تعاليق يقويوها نفسانيا حيتاش راه مدمره. وهذه هي كانت حكايتها، شاركت معايا تفاصيل كثار وكيضروا في القلب اللي خلوني نسول واش فعلا حنا كنشاركوا الارض مع شي نوع بحال هاد البشر اناني وما تيفكرش في مشاعر الغير، عديم الضمير وظالم وطاغي. عجيبه هاد القصه، زواج عن حب، اين هو الحب في كل هذا؟ الحب يا سادة الكرام بريء من هذه التصرفات. الحب هو رفقا بالقوارير، الحب هو الام في مقام والزوجه في مقام ولكل منهن حقه. المهم كلام طويل وكل مره كنستافدوا درس، درس اليوم فاعلموا انه مولانا تيغير على العبد ديالو. لما ربي كيشوفك متشبت او لفاني في شي شخص فكيمتحنك به باش يقول ليك انا اللي كاين وانا اللي ديهم ليك. هاد القصه هي عبره لكل شابه انها ما تزربش وانها تفكر بالعقل وتاكد مع من غادي تشارك حياتها. دائما تنقول لكم الكلام المعسول يتقنه الجميع ولكن القليل اللي كيطبقه. اكيد حق غفران وحق اي مظلوم بحالها سواء ذكر او لا انثى. ما تنسوش انكم اللي يقدر يتعاون معها يكتب لي في الخاص. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو في حلقة قريبة وما تنسوش الاعجاب. سلام سلام.